Enfin, dernièrement, comme nous avons regardé la vidéo de Guillaume, Q&A, questions-réponses, question-answers, asile ou ajouiba, jamais à l'orat. Alhamdoulou, je vous laisse les dire comme je m'en tiens à chaque soir. Alhamdoulou, je vous laisse les dire, d'ailleurs, d'assez rare, wax, moukin, je m'en tiens aussi à l'écoute vidéo. Ok, quand tu postes ce qu'on fait pas, je statue à l'asile libre sur ce. Je vous laisse les dire, d'abord, je vous laisse les dire. Soit l'oul. C'est la première nizam, bloc à l'asralef. كتدهشني خويا بديك الريفلكس ديالك في كونتر سترايك ملي تلعب كتلعب الاوب. السؤال ديالي هو شنو هو المستوى الدراسي ديالك وعلاش ما بقيتيش كتلعب فيفا 16؟ الله يوفق اخي. اوكي عندك هنا بزاف الاسئله خشيتي لي. دوك المستوى الدراسي ديالي ساليت الماستر دونك في ماستر في لوجيستيك وفي انفورماتيك دوبل ماستر عندي. بالنسبه للسؤال اللي موراه يعني عندك تما كتبقاش كتلعب في الستار دونك اذا اللي كتعرفوني بالنسبه العاب الكره كنت بديت من الالعاب الاولى اي اس اس برو ايفولوشن سوكر كنت كنلعب لا بلاي جوج كنت كنلعب فيرسيون جابونيس كنشري فيرسيون جابونيس قبل ما تخرج فيرسيون ديال اوفيسيال دونغلي قلت شحال كنت كنلعب برو بزاف. يعني كنلعب ديك فيرسيون اللي كاينه غير في الجابون حتى كتخرج فيرسيون اوفيسيال باللونغلي عاد كنشريها حتى هي وهي ماشيه. من بعد دخلت على بي او اس بقيت كنلعب لها كنلعب لها حتى وصلت للبي او اس ديال كنظن 2007 لا 2011 كنظن بي او اس 2011 وبقات تي كتنغمني شفت ان فيفا احسن دونك دخلت على فيفا 12 لعبت فيفا 13 فيفا 14 فيفا 15 من بعد كنت كنشوف اللعبه كتعاود دائما دونك ما نعاودش نشريها فهمتي. بقيت نتسنى مع لعبني فيفا ني برو تيخرجوا شي حاجه واعره جديده واللي حاجه اللي شفت انا هو فيفا 17 يخرجوا واحد جرافيزم جديد ولهذا فيفا 17 كاينه واحد الفرصه انني نلعب فيفا 17 حيت انا ما قلتش شي جو الا اذا كان عاجبني 100%. ندوزو كيسيون لي مور مبروك خيا 10000 ابوني قبل المليون مليون ما عتوق ما تجيش مي نقول لك من دابا كنقول شي مليون دك جيمرز مغاربه كاينين اللي عيت ابون شنو هذا السؤال ديالي هو شنو هو الهدف ديالك من يوتيوب الالعاب اللي كت والالعاب اللي غيتزادو فلاشين وشنو شكون دعمك باش وصلتي صافكم اخوتي كل هاد الاسئله في كيسه واحده. اوكي ماشي مشكل جاوب دونك الاولى شنو هو الهدف ديالك من يوتيوب في كيو ان اس الخارج قلت لكم انا هدف يوتيوب ما عنديش هدف من يوتيوب فقط انا نطلع الدوم الجيم في المغرب يعني يوليو جيمرز معروفين وشنو كيعملوا وعلاش قادين هذا هو الهدف الاول. اوكي وميم طون القناه ديالي فهمتي التفويجه بنادم يدخل يفوج يضحك شي حاجه تفرج شي جيم بليس حتى اللي ما كيفهموش في الجيمرز ماركه ما كيفهموش في الجيمين على الاقل يدخلوا يفوجوا يضحكوا شي حاجه يعرفوا علاش جيمين الجيمين في واحد المتعه ديالو خاصه. السؤال اللي موراه شنو الالعاب اللي غيتزادوا في الشان بالنسبه للالعاب اللي غيتزادوا في الشان اللي كيخرجوا جداد دائما اذا خرجت شي لعبه جديده ومزيونه واعره نشريها اذا كان مكراكيا دون دبر مكراكيا داكشي على حسب اللعبات وعلى حسب الفيرسيونات واذا كانت لعبه ماشي واخا جديده ولكن سوقها خاوي ما علاش فيها ما نضيعش وقتي فيها. والسؤال الثالث هذا هذا جمع الروين الاسئله في بوست ديالو وشكون دعمك في توصلتي ملي بديت لاشين زعما بديت لاشين عادي بديت بالدراري صحابي نبارطاجي بيناتنا الدراري كنلعب الجيم بلاي كنصيفط صاحبي الاول صاحبي الثاني صاحبي الثالث باش كنشوفو شنو الديفوس اللي في الجيم بلاي ماشي انا من الشان وغنصيفط بنادم كامل وانا اصلا ما عارفش الديفوس اللي فيها دونك بديت في الشان شويه بشويه من الجيم بلاي ديال مودرن وارفار جوج باد كومباني جوج باد كومباني فيتنام كنت كنبدا بلاك اوبس واحد مودرن وارفار جوج مودرن وارفار ثلاثه هادو الالعاب اللي كنت بديت بيهم الشان وابخي بديت كنوع شويه بشويه على حسب كاني ديالي في اللعبات. اوكي كنظن بالنسبه للدعم الدعم شحال نقول في الاول كنت غير باغي صحابي صحابي اللي كيدعموا يا صاحبي هذا كيبارطاجي هذا كذا ومن بعد صافي كبرت الراس. اوكي نيكست كيف جاتك جاوك المستوى في الجيمرز في المغرب المستوى الجيمين في المغرب والجيمرز المغاربه دونك مستوى الجيمين في المغرب هو كيطلع شحال هذيك انا عامل هيدا واقف ودابا بدا كيطلع دونك زادوا الجيمرز زادوا اليوتيوبرز زادوا الدراري اللي انتيغيسي بالجيمين حيت اليوتيوبرز بداو كيعملوا فيديوز في الجيمين في المغرب بالتدريجه يعني بداو كياتيريو لاتونسيون ديال بنادم عادي و حتى الجيمرز اللي حيت حنا على المغرب كاين الجيمرز عرفتني ما كيعترفوش براسهم جيمرز. اذا فهمتوا القضيه كتلقى انا كيجيمي برو كيجيمي فيفا كيجيمي كونتر كذا كذا ولكن ما حاسبش راسو جيمر ما عرفش انه كاين جيمرز اخرين في حياته
حنا تجمعنا والدراري هما ماشيين دابا نيفو ديال الجيمر في المغرب او طالع شويه بشويه. نيكست كاين شي لعيبه كتريكوردي سكرين ديال اكس بوكس 360 البي سي باسكو عندي شين جيمين بغيت اوكي دابا دخلنا بغا يعمل جيمين باكس بوكس 360. اول حاجه نقول لك هو اكس بوكس 360 ما صرحاش يتعمل فيها شي جيم بلاي دابا حتى شي واحد ما يتفرج فيها. هذا الاول خصك تعمل اكس بوكس 1 ولا بلاي 4 الكونسول الاخر بالنسبه لي بغيتي تريكوردي اولا الويو اوكي بغيتي تريكوردي بالنسبه للكونسول حاول تعمل الجاتو اتش دي 60 اف بي اس كان ممكن الجاتو اتش دي وكاين الجاتو اتش دي 60 هادو اللي مشهورين بزاف كيعملوا كابتشر كاردز. هادي واحد بياسه كتعملها فخشيها في ليكرو ديال بي سي ديال كتخشيها في كونسول وحده كتخشيها في واحد السيت كتخشيها في بي سي هو كيريكورد لك من كونسول للبي سي وبعدين عاود كتعمل المونتاج ديالو. السلام عليكم برك 10000 السؤال ديالي شحال اخا يتقام عليا مجموعه شي بي سي جيمر يخدم ليا اخر ما كاين في الالعاب بالنسبه لاخر ما كاين في الالعاب بغيت تخدم اخر ما كاين في الالعاب وصك الجرافيزم مخير مزيان مخير طوبي خصك واحد 8000 درهم مينيموم باش جيمي الالعاب الاخرى اف بي اس مزيان و حتى الجرافيزم واعر يعني تقدر نقول لك بين 7000 و 8000 درهم مينيموم حيت على حسب بيع وشراء وعلى حسب بيس حيت ما كاينش بيس واحد ولا جوج يعني ماشي كونسول عتري واحد بواطا فيها واحد ليستا محدده دونك بي سي كتكونسوميزي كيما بغيتي والثمن كيتكونسوميزي حتى هو على حسب من شريتيه وشني شريتي. نيكست بروك عليك 10000 برو واش اخويا هادي تشري لي جوج جداد بحال بي اف 1 وشحال تقام عليك بي سي كامل بالنسبه لباتل فيلد واحد واش غنشري ولا لا تتخرج شوف الريفيوز شوف الجيم بلايز تتعجبني حيت انا ما كنشريش اللعبه الا شفت التريلر ما شريتش خصني نشوف اللعبه تخرج تخلص 400 درهم من اللعبه وشفتيها غير في التريلر تشوف بنادم لعب لا اش كيقول عليها واش مزيانه ولا لا سيرفرات واش مزيانين ولا لا ساعد نفكر نزل الفلوس فيها. وبالنسبه لنا شحال تقام عليا بي سي جيمر ما نقدرش نقول لك شحال تقام عليا حيت فيها بيس بزاف وشريته من شحال هادي راه كان شريته ضعيف بس كنعمر فيه شويه بشويه وكنبدل فيه الاسمنه كونفيغ راهي في ديسكريبسيون ديال لاشين شوف بياسه من الثمن ديالها في الانترنيت وجمع مع راسك فهمتي ما جمع. اوكي نيكست واش ممكن اخويا تبدا دير لينا فيديوهات ديال فيفا 17 مبروك 10000 ابوني فيفا 17 تخرج عاوتاني نشوف الجيم بلاي ديالها نفس السيستم ديال اي لعبه خارج خصني تخرج تشوف الجيم بلاي ديالها ونتاكد انها مزيان ديك الساعه نستثمر فيها الفلوس ديالي نزيد 400 درهم ما ساهلش 400 درهم كاين بزاف ديال الالعاب يعني خصني نشوف ديك 400 درهم اللي عندي ديك الساعه فاش غنزلها واش فيفا 17 واش باتل فيلد واحد واش كود كار اوف دوتي واش كذا واش كذا فهمتي لازم خصو يفكر فين ينزل الفلوس ماشي غير ينزل بسرعه حيت شاف التريلر مزيان. واش يوتيوب رجع فول تايم جوب بالنسبه لي لك يوتيوب عمره ما كان فول تايم جوب عمره ما كان بارت تايم جوب يعني عمره ما كان عندي خدمه في يوتيوب يعني خدمه في يوتيوب هي خصك تخلص منها وكان تخلص يعني هذه ماشي خدمه كان ملي يكون عندي الوقت خاوي كنعمل لكم جيم بلاي كنضحكوا كنفرجوا والله يجعل بارك. واش ما كتلعبش واش ما كتعصبش ملي ما كيتفرج فيك بزاف في الفيديوز ديالك؟ ما كنتعصبش بيسو ما نتعصبش اصلا ملي بديت الجيم بلاي ما كنجي تفرج فيا حتى شي واحد ما كانش نتعصب ما تعصبش شحال هادي ونتعصب دابا. نيكست من امتى بديتي الجيمين؟ بديت الجيمين مني فقت وانا كنتفكر راسي كان جيمي جيم بوي ادفانس كيد بوي كولور ملك ميموري الذهبي سوبر نينتندو سيجا درايف دونك من صغري وانا كنلعب في الجيمين اظن ما نوقفوش ان شاء الله. شنو الشواد الدراسة اللي عندك؟ هاد السؤال كنت جاوبتكم عليه في قبيلة دوبل ماستر واحد في اللوجيستيك وواحد في لافورماتيك. اوكي نيكست بالنسبة اللي بغا يبدا يدير لي فيديوز في يوتيوب شنو تنصحو تكنيك مو في الماتيريال؟ بالنسبة للماتيريال اذا كنتي كونسول كتلعب بكونسول بلاي 4 ولا اكس بوكس 1 ولا الويو اعمل الجاتو خصك الجاتو اتش دي باش تريكورد الجيم بلاي اتش دي ولا شي ماتيريال شي كابتشر كارد اللي عاد سكوركوردي بها ماتيريال شي في بي سي ودا كان عندك في بي سي جيمي خصك بي سي جيمي يكون مزيان باش تريكورد خصك تريكوردي وخصك بي سي اللي يقدر ريكوردي ويقدر كونفيرتي لك في فيديوز
حيت تعمل مونتاج كدا خصك فيديو يقدر البي سي يقدر يكونفيرتي لك فيديوز بزاف. دونك شري شي بي سي مزيان صحيح مزيان. بغيت ندوز في التلفازة، علاش لقات كتعدى على عباد الله في الرينبو؟ ما كنتعدى على حتى شي حد، غنتعدى على النفسية، داك شي نوب نتعدى عليه في الرينبو علاش لا. واش كتلعب غير البي سي ولا عندك شي كونسول؟ بالنسبة للكونسولز كانوا عندي كاملين شحال هادي، وقفت يعني سوبر نينتندو ملك ميمور الذهبي، فهمتي بزاف ديال الكونسولز كانوا عندي، بلاي واحد بلاي جوج، من بعد وقفت. كانت عندي هاد السؤال كنت جاوبت عليه في كيو ان اي الثانية الحلقة الثالثة كنظن. دونك وصلت كونسول بلاي ثلاثة اولا نشري بي سي، يعني نشري اما نشري بلاي 3 اما نشري بي سي، من بعد كنشوف نقول بي سي زايد على بلاي 3 علاش نشري بلاي 3. دونك شريت بي سي. نيكست، واش ما عمرك لعبتي ورا فايس اخو؟ لا عمري ما لعبت. لا نيكست، بغيت كارت جرافيك توب ورخيصه شويه، و تينا دابا كطلب المستحيل، خصك الطوب وخصك رخيصه. الطوب عمره ما كيكون رخيص، الرخيص كيكون ضعيف والطوب كيكون غالي. كنا نحاول نقول لك شي كارت جرافيك اللي ميديوم، يعني مزيونه وما غاليش بزاف، ماشي طوب، مزيونه وما غاليش بزاف. عندك ام دي 380 ولا 380 اكس، وعندك انفيديا 960، هادو شي حاجه مزيانه بين الثمن والبيرفورمانس، ننصحك بهم هادو بزاف. التالي، شنو هي احسن جو اللي كيعجبك وكتلعب لها هي اكثريه؟ شنو الجو اللي كلعب احسن جو؟ عندي ما عنديش احسن جو، حيت كل مره كيعجبني جو هذا مره كيعجبني جو اخر، عندي شي جو احسن جو كنلعب من كلشي وانا وكانه ديالي. واحسن جو لعبت لهم، لعبت بزاف الالعاب، ما نقدرش نقول لك واحد، لعبت بزاف بزاف بزاف، ما عنديش غير واحد وما عنديش غير جوج وما عنديش غير ثلاثة. دونك هذا السؤال مستحيل نجاوبك عليه، فقط شوف الجيم بلاي اللي عندي في الشين وتعرف الالعاب اللي كيلعبوني كيعجبوني بزاف كثر مقارنة بالالعاب الاخرى. سلام بروك 10000 عقبال مليون، طبعا ما يكونش مليون اللي زابوني ما يكونوش. درنا الجيم بلاي في باتل فيلد 4، واش غادي تعمل جيم بلاي في باتل فيلد في واحد باتل فيلد واحد؟ انا عملت جيم بلاي في باتل فيلد واحد، اذا خرجت وكانت مزيانه غنعمل جيم بلاي فيها ان شاء الله. دونك سالينا هاد الكيستيون، حاولت نجاوبكم دغيا الشنطان. وغنجاوب على اكثر اسئله بوسيبل. كدا عجبكم الجيم بلاي لايكيو كومونتيو تاعي الراي ليكم في الفيديوز، اوجتي فافوري رجواني باج مولوكو جيمر في فيسبوك باش تشوفوا لي زانوس لي جيف اويز كلشي موجود. ابونا في لاشين سبسكرايب، او اعملوا النوتيفيكاسيون باش تشوفوا فيديو الساعه اللي كيخرجوا. خليكم في الفيديو.